بعد الخرجة الأخيرة ديال السيد رئيس الحكومة في البرلمان بمناسبة الإصلاح الجامعي، ارتئينا أننا نخرجوا بتصريح صحفي في إطار هذه الندوة الصحفية باش نتطرقوا من خلالها الملاحظات ديالنا اللي ما فاتئنا نعددوها ونقولوها كباقي الفاعلين في المجتمع المدني وباقي المناضلين، إلا أننا تلاحظوا على أننا جميع الملاحظات ديالنا كأنها تذهب أدراج الرياح، كأنه لا حياة لمن تنادي. فإحنا أمام واحد الورش خطير، واحد الإطار قانوني غادي يدخل المجال التطبيق في البلاد ديالنا، وهو المتعلق بالإصلاح الجامعي. فالجميع تنظن أنه تابع مجريات الجلسة في رحاب مجلس النواب. فشنو كنلاحظوا؟ تنلاحظوا على أن رئيس الحكومة قام بتلاوة مضامين الإصلاح الجامعي، ولكن الخطير في الأمر شنو هو؟ لأننا بعدا باش نوضح الأمور، هو أن هذا السيد هذا ما بعدا المخطط الأخضر دياله اللي تتعلق بالقطاع الفلاحة والذي تحول إلى مخطط أسود، احنا كجميع المغاربة كنلاحظوا إلى ما آلت إليه الوضعية الفلاحية في بلادنا. الأبقار نستوردها، الأغنام احنا دابا على مشارف عيد الأضحى كنستوردوها، العلف ديال المواشي وديال الدواجن نستوردوه، الطماطم كأننا ماشي في دولة كنتجوها، البطاطا باقي المنتجات الغذائية كأننا كنستوردوها ما كنتجوهاش. بمعنى أن هذا السيد عزيز أخنوش منذ تولي وزارة الفلاحة من سنة 2002 هو في قطاع الفلاحة، دمر لنا الوضعية الفلاحية في البلاد ديالنا، كأننا ماشي بلاد فيها أراضي فلاحية، فيها تاريخ في الميدان الفلاحي، كأننا دولة بمعنى أننا ما عندنا لا 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 خيرات فلاحية، جهز لنا على المنتوجات ديالنا منتوجات جديدة، سياسة تصديرية. هاد السيد هذا ولا تيصدر ويدخل العملة الصعبة على حساب المملكة المغربية وعلى حساب الدراوت وعلى حساب المغاربة وعلى حساب الأمن الغذائي ديال المغاربة، وبالتالي هاد السيد أصبح مشكوك في الكفاءة دياله ومشكوك في التوجهات دياله، وبصراحة ما بقيناش كنثقوا فيه. عزيز أخنوش ما بقيناش كنثقوا فيه. دابا فين انتقل في إطار هذه الحكومة هذه دابا الحالية ديال الحكومة ما يسمى بالكفاءات، إلى أنه ماشي غيصلح غيرون غيخربق فاش في القانون المتعلق بالجامعات. فأسي عزيز أخنوش هنا غادي نقولوا لك، واش عرفتي بعدا راسك باش كنتي في البرلمان اش كتقرا؟ واش عارف اش كتقرا ولا غير تيكتبوا لك وتجي تقرا علينا؟ اولا عندك مشاكل في اللغه، لا تجيد اللغه العربيه. انا ما عمري شفت رئيس حكومه ولا يتقن اللغه الوطنيه ديال البلاد ديالو، لغه عربيه ما عندها راس ما عندها رجلي، ما تيستطعش يكون حتى جمله، اضافه الى واحد الكلمه مشي تقلب عليها في القاموس ما لقيتهاش كاينه، مهنة الوحدات. يعني هاد السيد هذا قالك بغى يمهن للجامعه، كيفاش غيمهن للجامعه؟ والاخطر من هادشي كامل، البرلمان صامت والناس صامته، وهذا المصطلح ما عرفناش منين جابو. هاد السيد هذا قالك باغي يصلح، هو محتاج الى انه يتلقى دروس اللغه العربيه ومحتاج يتلقى دروس في التواصل، عاد ديك الساعه نشوفوا ان هاد السيد هذا راه بامكان ديالو على انه يقدم لنا واحد الإصلاح اللي ممكن تيقوا فيه. فوالحال أنه عنده مشاكل في اللغة العربية، لا يجيد تركيب جمل، كيفاش غادي تصلح؟ معروف فاقد الشيء لا يعطيه. فهذه من بين الملاحظات اللي حنايا لاحظناها من ناحية الشكل ديال داك الخرجة. أما من ناحية المضمون، فسي عزيز أخنوش هذا الإصلاح هذا من يطح عليك؟ ملي طاح عليك جبتي المخطط الاخضر خربتي به القطاع الفلاحي، واش دابا خربتي القطاع ديال الفلاحه بقى لك الجامعه؟ دابا الامن الغذائي ديال المغرب ديال المغاربه والمغربيه تقضيتي عليه، ولينا كلشي كنستوردوه،
وتتشاجرها، وما دابا حنا في اطار ديال عيد الاضحى ما عرفناش هاد الناس هادو دابا اللي منحتيهم بانهم يستوردوا القطع ديال الاغنام كل راس عليه 500 درهم. هاد الفئه المحظوظه حنا ما عارفينهاش، عوض انك تمشي لصغار الكسابه اللي هو داك الكساب داك الفلاح الصغير الدرويش اللي يوجد القطيع ديالو باش يقدمو للمغاربه ويربح معاهم واحد الطرف الخبز باش يعيش ويعيش وليداته. داك الفلاح الصغير اللي انت خاصك تدعمو، انت فتحتي مجال بطريقه غير مفهومه لواحد الفئه ان تسورد الاغنام على 500 درهم على كل راس. هاد الناس هادو تياخذوا 500 درهم على كل راس، قالك حقه ما حقه باش الاسعار ديال الاغنام ما ترتفعش. ولكن شنو اللي تيضمن لي انها ما ترتفعش؟ حنا في اطار حريه الاسعار، قانون السوق. مين غادي يعرضوا هاد الناس القطيع ديالهم؟ جابوه من اسبانيا ولا جابوه من رومانيا ولا ما عرفتش مين؟ هادشي هذا ما عرفناش كاع مين غادي يجيبوه. 500 درهم على كل راس غيبيع الثمن اللي بغاوش، هو غادي يحط شرطي على كل كساب، هادشي ما غاديش يقوم به. وبالتالي 500 درهم كتعطى لواحد الفئه محظوظه، ضرب بدا تكافؤ الفرص، يعني هو جهز على الفلاحه الصغار وضرب بدا تكافؤ الفرص اللي هو منصوص عليه دستوريا. دابا كيفاش هذا الكساب الصغير اللي هو باع حوايجو باش يوجد داك القطيع وياكل طرف الخبز ديالو، كيفاش هو غادي يدير واحد المنتوج ديالو في واحد السعر مقبول ويقدر يبقى على قيد الحياه كفلاح كمنتج؟ حنا هاد السيد هذا واش عارف هادشي واش ما عارفش هادشي؟ راه انا ما عرفتش، راه تنشوفو حنا ما تيقدرش دابا يركب جمله. والاكثر من ذلك، الناس ملي تيحاولوا يطرحوا عليه الاسئله في البرلمان تيقول لهم حنا ماشي في 10 سنين ما كناش، هادي ماشي 10 سنين حنا ما كناش كنديروا، حنا ماشي 10 سنين ديال الحلقه. ايوا سي اخلوش، انت راه كنتي من 2002 راه في 10 سنين 17 سنه دابا وانت في الفلاحه، واش انت كنتي كدير الحلقه؟ اذا كانوا ما تيديروا الحلقه، انت اذا كنتي كدير الحلقه